إلى ذلك زار وفد مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وجمعية هذه هي البحرين ما قرر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو في العاصمة الفرنسية باريس برئاسة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس أمناء المركز، وذلك بمشاركة نخب ثقافية ودينية تمثل مختلف الأديان والطوائف في مملكة البحرين. وقد أكد رئيس الوفد سعادة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة استعداد المركز لتطوير سبل التعاون مع المنظمة خلال مشاريعها الكبيرة والهادفة إلى خدمة المجتمعات وتطوير كفاءة الأفراد من الناحية العلمية والثقافية، مستشهدا سعادته بتجربة مملكة البحرين في مجال التعايش والتعددية والتي لاقت استحسانا واهتماما كبيرا من قبل مسؤولي اليونسكو خلال الاجتماع. وبدورها أكدت آن بليندا بريس رئيسة قسم الحوار بين الثقافات في منظمة اليونسكو أن النموذج الذي تقدمه مملكة البحرين للتعايش السلمي بين الثقافات والأديان يؤكد النهج الذي تسير وفقه المنظمة العالمية سعيا لتوفير كافة الحقوق والحريات الدينية والثقافية للأفراد والمجتمعات. وقالت إن مملكة البحرين قطعت شوطا كبيرا يستحق الإشادة، وقد شهدنا ذلك التنوع بين المذاهب والأديان من خلال الوفد الذي حضر إلى مقر المنظمة. هذا وقد جاءت الزيارة ضمن جملة من النشاطات الثقافية والبرامج الدولية التي يقوم عليها المركز والجمعية بهدف نقل تجربة مملكة البحرين في مجال التعايش السلمي والتسامح إلى مختلف دول العالم بهدف خدمة المجتمعات والتحاور الثقافي معها، ضمن رؤية تؤكد على أسمى معاني احترام وقبول الآخر التي سارت عليها مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى. نحن ننظر في الأمور التي من الممكن أن نقوم بها معا، وهذا من الواضح أنه اهتمام مشترك بين نشاطات المركز وعملنا في الحوار بين الثقافات في اليونسكو. نحن ننظر في الكفاءة بين الحضارات وسنقوم بعمل مشترك في هذا الجانب. وتملك اليونسكو برنامج جمع معلومات ومن خلاله نتعامل مع المعلومات كأداة، وقد أعرب الوفد عن اهتمامه بهذا البرنامج، لذلك نملك العديد من الفرص التي من الممكن أن نتعاون فيها ونشكل فيها المستقبل. كما أنني أتطلع لتنظيم فعالية كبيرة بين اليونسكو والبحرين في المنظور القريب. اليوم نحن نشعر بالفخر لاستقبالنا في اليونسكو في باريس، وقد تشاركنا العديد من الرؤى والإيجابيات. فمركز الشيخ حمد للتعايش السلمي وجمعية هذه هي البحرين يعملان بصورة متوافقة مع اليونسكو للتشارك حول أهمية الثقافات والحوار بين الأديان والمشاركات القيمة التي من الممكن أن تقدمها جميع تلك الأقليات.